استعانت الهضبة بأبيات من الشعر الأندلسي، واختلافه المرة دي بغنائه بطريقة مختلفة، فيها لغة عربية، فيها حنين لأبيات تاريخية. نجحت من وجهة نظرك ولا لأ؟ يعني انا خلينا اقول انا بحبش يعني مش عايز اقيم الاشياء، لكن خلينا نقول هل هي لونه ضمن منهج ولا مش ضمن منهج. آه. هي لونه ومش لونه، يعني هي لون عمرو دياب كمزيكا. صح. عمرو دياب في اخر سنتين في الاغاني اللي هي اللي نقدر نقول عليها الاي دي ام، اللي هي الاغاني الالكترونيه الراقصه اللي ما بتبقاش في الغالب فيها التوزيع الموسيقي قايم على الات حيه بعينها، يعني اللي هي واخدة الشكل الغربي، بتبقى الموسيقى بتاعتها أطول من حوالي 6 أو 7 دقايق. ده في آخر سنتين عندنا، ده في اتقل، وعندنا في الميجا ميكس اللي هو كان عامله، وعندنا في الأغنية اللي عملها مع ابنه عبد الله، وفي الأغنية الأخيرة اللي هي والله أبدا. فالأربع أغاني دول نفس المدرسة، وفيهم الجرعة الموسيقية زيادة شوية أكتر من نسبة الكلام، والأغنية الأغاني دي مدتها طويلة. هو ده من حيث المزيكا منهج عمرو دياب، لأنه بيختلف مع كذا موزن. من حيث الكلمات لا، ده منهج بقى إيه عزيز الشافعي. عزيز في المجتمعات دايما اللي بيبقى فيها غياب للمدرسة، يعني مش عارفين الموضة إيه، أو الناس مش متفقة على شكل غنائي معين، فيا إما بيبقى فيه حاجتين، يا إما ممكن نرجع للجذور بتاعتنا ونحاول نعمل إعادة إحياء بشكل عصري، او ممكن نعمل نجيب ثقافات موسيقيه مختلفه نمزجها مع الحاجات بتاعتنا فنعمل شكل جديد. ده لما بيحصل في غياب المدرسه. عزيز من الناس اللي هم رجعوا للقديم وبيحاولوا يعملوا شكل جديد بشكل عصري. عمل ده مع روبي في نمت نينا، دي شبه الاغاني اللي كانت نقدر نقول عليها زمان، اللي هي اغاني الهانك والرانك، زي سيد درويش كان بيلحن منها يعني مجموعه من الاغاني، الاغاني اللي فيها الفرفشه، صحيح. زي ام كلثوم لما كانت عامله الخلاعه والدلاعه مذهبي من زمان، وحاجات بالشكل ده اللي هي يعني خروج على النص. فيها مش خروج بس فيها ايحاءات شويه، وده مش عيب وانا مش ضده خالص، بالعكس لازم يبقى في تنوع في الغنى. وعمل التقطيق شبه حاجه شبه التقطيق في تعالى ادلعك مع بهاء سلطان، وجاب لنا ابيات شعر بقالها مثلا 1000 سنه بالظبط كده. وقدمها لعمرو دياب، ما هو ده، وهو قال دي هل ده فكرته. لون عمرو دياب؟ ما هو ده اللي بقى اسال عليه يا استاذ هشام. ما هو لونه في المزيكا بس. كويس ان عمرو يعمل حاجه زي كده، خصوصا احنا لو اليومين اللي فاتوا كان في ازمه وخناقه على فكره اعاده احياء التراث والكلام ده، فعمرو دياب قال لنا يعني بالطريقه او بالتجربه ان الموضوع مش ان انا اقدم التراث زي ما هو، وان انا ممكن اخد منه واحاول اقدمه بشكل عصري، صحيح. بالشكل اللي الشباب بيحبوه، بالمزيكا اللي هم مثلا ممكن يرقصوا عليها بشكل غربي شويه، واعمل المزج ما بين ده وده فطلع حاجه جديده ومختلفه. اعتقد فهي برضو تستحق حماقي الاشاده من لمجرد ان هي المحاوله في حاجه ليها منهج يعني بره اعتقد الصندوق. حماقي برضو من فتره كان استعان ب حاجه لصلاح جاهين، مظبوط. كان اغنيه عجبي كان عاملها مع توما برضو. صحيح. كان عاملين ونجحت برضو. جدا بالمناسبه. كانت حاجة، كانت محاولة لطيفة منه. واحنا دايما يعني كويس ان احنا من وقت للتاني يبقى عندنا فنانين بيحاولوا يرجعوا برضو طبعا للجذور بتاعتنا والاصول بتاعتنا بالشكل ويحاولوا العصري يقدموها طبعا عشان الناس تتقبلها اكيد. بالظبط، لان الجيل الجديد يعني احنا خلينا بالتجربة، محركات البحث كلها والمواقع الاخبارية اهتمت جدا تتكلم عن ابن زيدون وتتكلم عنه يعني منجزه الشعري والثقافي والادبي، فده كان مهم ان الجيل الجديد يبقى عارفه يعني. صحيح. طبعا.